على الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماذا نتوقع منها؟ يعني هذا الاجتماع يعني خرج من مجلس الأمن ثم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماذا نتوقع من بعد كل هذه الكلمات؟ هل نتوقع قرارا ملزما؟ روسيا ممكن تلتزم بهذا القرار؟ أنت شايف الوضع إزاي؟ شوف، انا هقول لحضرتك حاجه. احنا يمكن انا من شويه كنت مع بعض الدبلوماسيين الاوروبيين في مناسبه، وكان في كلام على هذا الموضوع، وانا يعني قلت لهم انا شخصيا على مستواي الشخصي شاركت في يعني استئناف الدوره الخاصه العاشره للجمعيه العامه لبحث موضوع فلسطين، وكان وقتها موضوع خاص بالاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية نتيجة فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار بسبب 2 فيتو أمريكي متواليين. ده كان سنة 97 لما حصلت هذه الدورة المستأنفة واستؤنفت بعد كده أكثر من مرة. يعني كل اللي حصل إن إحنا قدرنا نقول والله طلعنا قرارات لكن نريد تنفيذها، وإسرائيل رفضت تنفيذها. الأصل في سيرة الاتحاد من أجل السلام اللي هي بتسمى الدورة المستأنفة الخاصة إن قراراتها ملزمة، ولكن للأسف الشديد نتيجة إضعاف بعض الدول دائمة العضوية لهذه الصيرة على مدار السنوات فلم تعد كذلك. دلوقتي جينا لقينا الولايات المتحدة هي التي تطلب العودة لهذه الصيرة في الدورة 11 بسبب الوضع الخاص بأوكرانيا طبعا، وبسبب الفيتو يعني الروسي اللي عمر أمريكا ما كانت بيبقى فيه فيتو قدامها. بالظبط كده، فهي طبعا من سخرية القدر، ولكن هو العمل الدولي كل لا يتجزأ، ولابد للجميع يفهموا أنه كنت صغيرا أم كبيرا سوف تحتاج إلى المجموع في النهاية، وده الوضع الحالي. طبعا بيخرج عن هذه الدورة قرار مدى إلزاميته للدولة المعنية هنا زي ما احنا متوقعين روسيا، يعني زي ما بقول نتيجة الإضعاف المتوالي لهذه الصيغة على مدار سنوات، فلن يتمكن أحد من إجبار الطرف الروسي على تنفيذ القرار للأسف. طيب اسمح لي سيادة سفير بس أعلق على الصور اللي كنا بنشوفها منذ قليل. هذه الصور في يعني الشاشة أو يعني الجزء الأعلى من الشاشة صور دمار. أولا في صور معدات روسية كثيرة تم تدميرها في خلال المعارك، وهنا طبعا على يمين الصورة في النزوح الجماعي للاجئين، وإحنا عارفين أن هذا النزوح هو معظمه للنساء والأطفال، ولا يمكن للرجال في سن معين او اكتر من يعني في سن معين لا يمكن للرجال ان هم يخرجوا مع اسرهم لانهم لابد ان يبقوا في اوكرانيا للمشاركه في المعارك، وبالتالي الاسر دي كلها بتسافر من غير ولادها. وايضا يعني دي بقى المولوتوف بيتم قنابل بقى المولوتوف، يعني كيف فاكرين انتوا كيف تصنع المولوتوف والحاجات دي. سيادة السفير، هل بصراحة يعني هل هناك تناقض ما بين احنا بنشوف مشهد هذا المشهد المهم للاجئين، نزوح مئات الالاف من اللاجئين، احنا واصلين لنص مليون تقريبا دلوقتي على الحدود سواء بولندا رومانيا او غيرها من دول الغرب، وبين وحتى بصعوبات الدخول، بس شكل الاستقبال في هذه الدول والجمعيات الأهلية اللي واقفة والمساعدات، وبين النزوح العربي أو عفوا يعني مش سمين نزوح اللاجئين العرب اللي لما حصلت الأزمة الروسية تم إغلاق الحدود في وجههم، برضو كان في مشكلات في التعامل، هذا التناقض كيف ترى؟ والله أستاذة لميس أنا يعني هختلف مع حضرتك شوية. اتفضل. أنا بشوف إن لما حصلت الأزمة السورية بالعكس الدولتين اللي كانوا
من أكثر الدول ترحيبا باللاجئين، حتى لو حصل بعد كده بعض المشاكل. كان لبنان والأردن وتحمل كل تحملت كل دولة منهم حوالي 1,000,000، أخذا في الاعتبار أنها دول ليست كثيفة السكان. لا أنا بتكلم مش على موقف الدول العربية سيادة سفيرة، بتكلم على الموقف الأوروبي. ما هو طبعا احنا لازم يعني برضو لازم الناس تبقى فاهمة ان يعني دول اوروبيين مع بعض بغض النظر موجود في الشرق او موجود في الغرب. وطبعا اوكرانيا بسبب الوضع الخاص بها واحتمالية انها تنضم للاتحاد الاوروبي وغيره، فطبعا في ترحيب بالمواطن اللي جاي من اوكرانيا بغض النظر عن حالته الحالية، لانه لو ما فيش ترحيب بيه في الحالة دي معناها انه هذه الدولة غير مرحب بها في الاتحاد الاوروبي، وده يعني مغزى سياسي لا ترغب الدول الاوروبية في انها توصله ابدا الى اوكرانيا، بل العكس. فهذا النوع من الاستقبال هو طبعا جزء منه كبير انساني ومهم ويعني شيء يعني جيد، ولكن جزء منه سياسي ايضا، لانه هذه الدول بتقول للاوكراني كشعب اوكرانيا والقياده الاوكرانيه ان احنا بنرحب بكم ضمننا وانتم جزء من اوروبا. اللاجئ اللي جاي من خارج اوروبا هو لاجئ طبعا وضعه مختلف وخلفيته الاثنيه والدينيه والعرقيه كل ده خلفيه مختلفه، طبعا مش بالضروره يتم الترحيب به يعني على الاطلاق، بل على العكس هناك من يرفضه او لا يريد ان هو ياتي الى اوروبا من الاساس. طبعا احنا عارفين ان اوروبا مليئه بالاتجاهات الانعزاليه حتى لا نقول يعني عنصريه او خلافه. بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية.